من مستشفي الجهوي لقلميم جرى تسليم معدات طبية لفائدة مستشفيات الجهة مسلمة من قبل وزارة الصحة بقيمة 13 مليون و353 ألف درهم، وذلك لتطويق فيروس كوفيد-19 وحصر تفشيه. وتروم هذه المعدات التي أشرف على تسليمها ولجهة قلميم ودنون محمد الناجم بهاي تجويد العرض الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية الموجهة لساكنة جهة قلميم ودنون. في إطار المجهودات التي تقوم بها الوزارة لمحاربة جائحة كورونا، فهو تم دعم جميع المستشفيات ديال الجهة بتجهيزات جد مهمة، وكذلك بعد ليزانستالاسيون اللي بيناتهم اللابوراتوار ديال التحليلات الخاصة بكوفيد، وكذلك دعم وتجهيز المستشفيات بكل ما له علاقة بالسوائل الطبية كالأكسجين إلى آخره. وتشتمل هذه المعدات بالخصوص على جهاز الكشف بالصدى وجهاز أشعة المتنقل وجهاز تدفق الأكسجين ومولد الأكسجين وجهاز متطور للحقن وجهاز المراقبة والمتابعة والإنعاش اليدوي للصغار والكبار وخزان الأكسجين وغيرها من المعدات التي سترتقي بمستوى التكفل بمرضى كوفيد-19 بجهة قلميم وعدنون.